الأرملة السوداء. يخشى الكثيرون لدغة هذا العنكبوت لأن سمها أقوى ب15 مرة من سم الأفاعي الجراثية. عند البشر تسبب اللدغات آلاما في العضلات وغثيانا وشللا في الحجاب الحاجز، مما قد يجعل التنفس صعبا. ومع ذلك، خلافا للاعتقاد السائد، فإن معظم الأشخاص الذين يتعرضون للعض لا يعانون من أضرار جسيمة ناهيك عن الموت، لكن اللدغات يمكن أن تكون قاتلة، عادة للأطفال الصغار أو كبار السن أو العجزة. لحسن الحظ، الوفيات نادرة إلى حد ما. العناكب غير عدوانية وتلدغ فقط للدفاع عن النفس، كما هو الحال عندما يجلس عليها شخص عن طريق الخطأ. تقوم هذه العناكب بتدوير شبكات كبيرة تعلق فيها الإناث شرنقة بمئات من البيض. تتفرق العناكب بعد فترة وجيزة من خروجها من بيضها، حيث يبلغ متوسط العمر الافتراضي في البرية من 1 إلى 3 سنوات، وبحجم 1.5 بوصة في الطول، وقطرها 25 من 100 من البوصة. أما الوزن فيبلغ 35 من 1000 من الأوقية. كما تستخدم عناكب الأرملة السوداء شبكاتها لإيقاع فرائسها، والتي تتكون من الذباب والبعوض والجنادب والخنافس واليرقات. الأرمل السوداء هي عناكب مشطية القدمين، مما يعني أن لديهم شعيرات على أرجلهم الخلفية يستخدمونها لتغطية فريستهم بالحرير بمجرد أن يتم احتجازها. ثم تثقب الأرملة السوداء فرائسهن الحشرية بأنيابهن ويضخن إنزيمات الجهاز الهضمي إلى الجثث. باستخدام هذه الإنزيمات وأنيابها الصرير، تقوم العناكب بإسالة أجسام فرائسها وامتصاص السائل الناتج. العقارب. العقارب هي أعضاء من فئة أرشنيدا، وترتبط ارتباطا وثيقا بالعناكب والعث والقراد. متوسط العمر الافتراضي في البرية من 3 إلى 8 سنوات. أما الحجم فيبلغ ما بين 2.5 إلى 8.3 بوصة. يعتقد عموما أنهم يعيشون في الصحراء فقط، لكنهم يعيشون أيضا في الغابات البرازيلية وكولومبيا البريطانية ونورث كارولاينا وحتى جبال الهيمالايا. كانت مفصليات الأرجل القوية والقابلة للتكيف موجودة منذ مئات الملايين من السنين. هناك ما يقرب من 2000 نوع من العقارب، ولكن فقط 30-40 نوعا لديها سم قوي. إذا تعرض شخص لهجوم من هذا المخلوق فإنه يسبب شللا وآلاما شديدة، وفي بعض الحالات الشديدة قد يؤدي إلى الوفاة بسبب قصور القلب والجهاز التنفسي. الأنواع العديدة من السم مصممة بشكل فعال لأنماط حياة مستخدميها، ومع ذلك يتم اختيارها بشكل كبير من أجل الفاعلية ضد الفريسة المختارة لتلك الأنواع. عادة ما تأكل العقارب الحشرات، لكن نظامها الغذائي يمكن أن يكون متنوعا للغاية، وهو مفتاح آخر لبقائها على قيد الحياة في العديد من الأماكن القاسية. عندما يكون الطعام نادرا، يمتلك العقرب قدرة مذهلة على إبطاء عملية التمثيل الغذائي إلى أقل من ثلث المعدل المعتاد للمفصليات. تمكن هذه التقنية بعض الأنواع من استخدام القليل من الأكسجين والعيش على حشرة واحدة فقط في السنة. ومع ذلك، حتى مع انخفاض التمثيل الغذائي، فإن العقرب لديه القدرة على الانطلاق بسرعة إلى الصيد عندما تتاح الفرصة لنفسه.
وهي هدية تفتقر إليها العديد من الأنواع التي تعيش في فترة السبات. من سيفوز؟ من الواضح جدا أن كل من العقرب والأرملة السوداء مخلوقات خطيرة للغاية، ولكن استنادا إلى العديد من المعارك التي حدثت بينهما، فإن العقرب هو الفائز، حيث يفوز بمعدل 8 من 10 معارك. وأنت عزيزي المشاهد، من يفوز برأيك بين هذه